معنا من تل أبيب المحاضر في معهد موشي دايان بجامعة تل أبيب السيد إيال زيسر. سيد إيال، أهلا بك معنا في هذه الساعة على سكاي نيوز عربية. وبحسب ما علم حتى الآن، الجبهة الشمالية لا تدخل في مسألة الهدنة، وما يحدث على الحدود مع لبنان سيبقى ضمن قواعد الاشتباك. ما خطورة ذلك أن لا تشمل هذه الجبهة بوقف إطلاق النار المؤقت هذا؟ علينا أن ننتظر ونرى هل تشمل الهدنة كمان الحدود الإسرائيلية اللبنانية أم لا. يعني صرف حزب الله بأن هو يعني فتح هذه الجبهة من شان مساعدة غزة. اليوم في هدنة في غزة، أعتقد أنه من ناحية إسرائيل التركيز هو حاليا على غزة، ولذلك كان الوصول إلى نوع من التفاهمات مع حزب الله بالنسبة لقواعد الاشتباك، يعني على امتداد الحدود مو أكثر من ذلك. لذلك أنا أتوقع بأن حزب الله، ولكن وتيرة الاشتباكات زادت خلال الساعات الأخيرة، إذا ما هي الحسابات الإسرائيلية وراء التحريك العنيف لهذه الجبهة قبيل ساعات من الهدنة القادمة؟ لا أعتقد بأن هناك تسعيد أو تحريك. نعم كان هناك إطلاق مكثف من الصواريخ، ولكن في نهاية المطاف خلال الخمس أسابيع الأخيرة كان عدد الكتلة لدى القوات الإسرائيلية 5 كتلة، كان عدد الكتلة في أوساط صفوف حزب الله 89. يعني هذا من مصلحة حزب الله بأن يندم إلى الهدنة كما شرط. يعني لذلك سألتك عن الحسابات الإسرائيلية سيد إيال، لأن هذه الوتيرة للاستهدافات تزيد حتى من الجانب الإسرائيلي، استهدافات لقيادات من حزب الله، والأرقام تقترب من 90 عنصر حتى هذه اللحظة، ضمن ما يقال إنه إبقاء على قواعد الاشتباك المعمول بها. ما هي القراءة الإسرائيلية أو الهدف الإسرائيلي من زيادة الوتيرة، وتيرة المواجهات بحسب كل المشاهدات الميدانية والأخبار كذلك في الجبهة الشمالية؟ يعني لماذا تبدو مشغولة أيضا بهذه الجبهة قبل أن تحسم ما يحدث في قطاع غزة؟ لا أعتقد بأن هناك تسعيد كما عشرت. يعني كل اللي حصل هو ضمن التفاهمات، وممكن نسميها التفاهمات بين إسرائيل وحزب الله. يعني نصر من حزب الله ومن الطرف الإسرائيلي جنود الجيش مو مواطنين إسرائيليين أو لبنانيين على امتداد الحدود حتى 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية أو الأراضي الإسرائيلية. أعتقد بأن إسرائيل تركز حاليا على ما يحصل في غزة. أعتقد بأن حزب الله لا يريد أن تتحول بيروت إلى غزة، ولذلك من الجانبين هناك مساعي للتجنب وإلى الخوف في هذه المرحلة. في هذه المرحلة ماذا يحصل بعد انتهاء المعركة في غزة لا أعرف، ولكن حاليا في هذه المرحلة أرى بأن الطرفين ملتزمان بقواعد الاشتباك. طيب ما دام أنت تصر على نقاش مسألة الهدنة وهي الأهم بحسب كل القراءات بطبيعة الحال، اليوم يقال أن إسرائيل تشتري وقتا مستقطعا فقط لإطلاق سراح بعض الأسرى، وستعود من جديد لما وضعته من أهداف عسكريا توصف بأنها فضفاض القضاء على حماس وقدرتها السياسية والعسكرية، وهما أكد حتى خلال تصريحات رسمية أخيرة. ما يعني الآن، ألن تؤثر كل هذه الضغوط على الأهداف الإسرائيلية الموضوعة؟ يعني وزير الخارجية الإسرائيلي قبل أيام فقط قال سنتعرض خلال الأسبوعين القادمين لضغوط دولية قوية جدا، هل ستغير هذه الضغوط برأيك من الأهداف الموضوعة من قبلكم في القطاع؟
لا راعي الضغوط، يعني الضغوط لما الأمريكية يعني على أقل تقدير، ضغوط وما أمريكية، يقال ولكن إن نتنياهو تحول الآن لعبء كبير على جو بايدن بعد هذه الحرب على قطاع غزة. نعم هو يتوقع، ولكن حتى الآن لا نرى أي ضغوطات أمريكية، بالعكس علينا أن ننتظر ونرى، ولكن حاليا لا نرى أي ضغوطات أمريكية، علينا أن ننتظر حتى تستكمل هذه الصفقة، ربما ستكون هناك صفقات أخرى وتستغرق الهدنة ربما مش 5 أيام ولكن أسبوع، ولكن تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع جالانت يوم الأمس كانت واضحة، بعد انتهاء الهدنة ستستمر إسرائيل بعمليات العسكرية بما يعني مدينة غزة متوقعة ومحاصرة، وإسرائيل تسيطر أو قوتها تحتل فعليا المدينة، وبعد ذلك ستنتقل إلى جنوب القطاع. هذه هي الخطة الإسرائيلية المعلنة. هناك تصميم إسرائيلي باستمرار المعركة. بالنسبة للموقف الأمريكي لا أرى حاليا، ربما بكرة أو بعد بكرة، وحاليا حتى الآن لم نرى أي ضغوطات أمريكية أو أي موقف تغيير في الموقف الأمريكي، الدعم دعم مطلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية. وماذا عن الجبهة الشمالية أخيرا؟ يعني هل تعتقد أن تحريك هذه الجبهة اليوم هو أمر بيد الجانب الإسرائيلي، أم بطريقة غير مباشرة يخضع أيضا لحسابات إيران، وبالتالي هذا الصراع غير المباشر الذي تقوم به إسرائيل مع طهران؟ إذا استمر المعركة في غزة وإذا احتلت إسرائيل القطاع، هذا يؤثر على حسابات حزب الله وعلى حسابات إيران، ولكن لا أرى أي نية، أي رغبة من قبل حزب الله بالانضمام إلى الحرب، مش اشتباكات محدودة ولكن حرب. لا رغبة لحزب لأن الله، أم لا رغبة لإيران لتوسيع هذا الصراع معكم حتى هذه اللحظة على الأقل؟ نعم، بالنسبة لإسرائيل علينا أن ننتظر ونرى، يعني كانت هناك تصريحات لبعض من المسؤولين الإسرائيليين بأن إسرائيل تريد كما يقال معالجة أو تعامل مع الجبهة الشمالية بعد الانتهاء من المعركة في الجنوب، ربما هذا سيؤدي إلى نوع من العملية ربما محدودة أو شيء كذلك، ولا من ذلك النوع، يعني بس سنتابع ونبقي عينا على ذلك، خاصة مع ما يقال نعم إنها ضغوط تتعرض لها حكومة نتنياهو من المستوطنين في الشمال الذين يرفضون العودة إلى مستوطناتهم حال بقاء حزب الله على حدودها. على كل حال نعم شكرا جزيلا صح. من تل أبيب، المحاضر في معهد موشي ديان بجامعة تل أبيب السيد إيال زيسر على هذه اللحظة.